الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. هذا الباب صرح المصنف رحمه الله تعالى بأن الحرير حرام على الرجال، فيحرم على الرجال أن يلبسوه أو يجلسوا عليه أو يستندوا إليه، لأن كل ذلك يسمى لباساً، فحتى الجلوس عليه يسمى لباسا. والدليل على أن الجلوس يسمى لباسا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أنس، قال: واسودت، يعني الفرش الذي كانوا يجلسون عليه، واسود من كثر ما لبس، فسمي لباسا، فسمي الجلوس عليه لباسا. فهنا الحكم متعلق بالحرير، فيحرم على الرجال اللباس ويحرم الاستناد عليه والجلوس عليه، لأن كل ذلك يسمى لباسا وكل ذلك يسمى استعمالا. والحكم الثاني في هذا الباب جواز لبس الحرير للنساء، جواز لبس الحرير للنساء، وذلك لحاجة النساء إليه للتجمل والتنعم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث كثيرة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه، يعني عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. في رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله لا خلاق له أي لا نصيب له، أي لا نصيب له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وهذه الأحاديث تبين حكم لبس الحرير للرجال أنه محرم، بل إنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب العظيمة، لأنه توعد عليه بأنه لا يلبسه في الآخرة، لأن من نعيم أهل الجنة أنهم يلبسون الحرير، وأيضا توعد بأنه لا خلاق له أي لا نصيب له، أي لا نصيب له في الآخرة. وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد على من لبس هذا الحرير. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين، يعني الحرير والذهب، حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا هذان الحديثان يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرير والذهب حرام على الرجال، حرام على الرجال، حلال للنساء، وذلك لحاجة النساء للتزين بالحرير وبالذهب. أما الرجل فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له لبس الحرير. والمراد بالحرير المحرم الذي يراد في هذا الوعيد الشديد هو الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي الذي يستخرج من الدودة المعروفة، دودة القز. أما الحرير الصناعي فإنه لا يدخل في هذا الحكم، الحرير الصناعي لا يدخل في هذا الحكم، ولكن أقل أحواله في حق الرجال الكراهة، أقل أحواله الكراهة، وذلك لما فيه من التنعم، والتنعم في اللباس يفضي إلى التشبه بالنساء. ولذلك لم أرى من مشايخنا التصريح بتحريم هذا الحرير الصناعي،
وإنما يقولون أنه لا ينبغي وأنه يترك ونحو هذه العبارات، لكنهم لم يصرحوا بأنه محرم، وذلك لأن الحرير المراد به الحرير الطبيعي المعروف. ثم قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وهذا الحديث نص صريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقد مر علينا أن من شرب في آنية الذهب والفضة فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، وأن نأكل فيها، فلا يجوز لا الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا للرجال والنساء عموما. الذهب والفضة لا يجوز الأكل والشرب فيها أبدا، لا للرجال ولا النساء، وإنما يباح للنساء التحلي بالذهب، والفضة يجوز إنسان أن يلبس الخاتم من الفضة، أما من الذهب فإنه لا يجوز في حق الرجال. قال وعن لبس الحرير والدباج، والدباج نوع من الحرير. قال وأن يجلس عليه أو أن نجلس عليه، وهذا نص صريح من النبي في النهي عن الجلوس على الحرير. ثم قال باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. فهذه رخصة، وضد الرخصة العزيمة، فالأصل التحريم، وإنما تقدر الحاجة والضرورة بقدرها، فمن كانت به حكة لا تندفع إلا بلبس الحرير جاز له لبس الحرير حتى تنتفع هذه الحكة وتبرد، فإن بردت فإنه يخلع هذا الحرير، وإن رجعت عاد إليه، فيكون هذا من باب العلاج، يكون هذا من باب العلاج. وهذا من المواضع التي يجوز فيها لبس الحرير للرجال، هذا الموضع الأول لمن كان به حكة. الموضع الثاني الذي يجوز فيه لبس الحرير للرجال قال العلماء عند تلاقي العدو، عند ملاقاة العدو، إغاظة للكفار. والموضع الثالث وهو عام لجميع الرجال، يجوز بمقدار 4 أصابع، يجوز بمقدار 4 أصابع، يعني كأن يكون الحرير في الزرار، يكون في الخيط الذي يخيط به، بما لا يتجاوز 4 أصابع، فإن هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 مواضع يجوز فيها لبس الحرير، وأما ما دون ذلك فإنه محرم، لأنه من التنعم ومن التشبه بكفار ومن تشبه بالنساء، وهو من نعيم أهل الجنة يوم القيامة. ولذلك على المسلم أن يحرص على هذا النعيم أن لا يفوته، فلا يفعل ما يمنعه في هذه الحياة الدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.